مدرسة الإعدادي الفرع الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مرشحة لمادة وأسئلة شاملة لمادة الأحياء 2023. السؤال الأول، عرف أربعة من ما يأتي: غشاء الثايكلويد، واثنين النوية، ثلاثة الخيوط الدقيقة، أربعة الأعراف: الجسيم المركزي، الانقسام غير المباشر، الأيض الخلوي، البلعمة، التعابر. ارسم مع التأشير خلية بداية النواة تتضح فيها المنطقة النووية. السؤال الثاني، علل أربعة من ما يأتي: أهم مكونات الخلية الحية هي النواة. اثنين، توجد الجسيمات الحالة في خلايا الدم البيضة العدلة. لا، يكثر وجود الفجوات المتقلصة في الطليعيات. أربعة، تعتبر الخلية البدائية أقل الخلايا تطورا. خمسة، تمتاز البطاطا بلونها الأبيض. ستة، حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية. سبعة، تتناقص عدد التصلبات في الدور الحركي. ثمانية، وجود المواد الغذائية خارج الخلية لا يعني بالضرورة أنه بالإمكان الخلية استغلالها. تسعة، تمتص الخلايا أحيانا بعض المواد من محيطها الخارجي بالرغم من أن تراكيز تلك المواد داخل الخلية أعلى منها في الخارج. فرع باء، ما وظيفة من ما يأتي: الديكتيوسوم، الجسيم القاعدي، البلاستيدات عديمة اللون، والغلاف النووي. السؤال الثالث، اذكر انواع البلاستيدات مع وظيفة كل منهما. ب، ارسم تأشير الغشاء البلازمي. ج، قارن بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. السؤال الرابع، املأ الفراغات الآتية: يتألف جدار الخلية من 3 طبقات، هي فراغ وفراغ وفراغ. ثانيا، عدد الكروموسومات الخلية الجسيمية للإنسان، جسمية للإنسان، فراغ، وفي الذبابة المنزلية فراغ. ثلاثة، تنتشر الرايبوسومات من فراغ وتنشأ الكروموسومات من فراغ. أربعة، فراغ مادة سائلة شفافة تملأ الفسحة الداخلية لبلاستيدات. فرع با، ما موقع ما يأتي: النبيبات الدقيقة، جهاز كولجي، الميتوكوندريا، الجسيمات الحالة. جيم، من المسؤول عن ما يأتي: أولا، إفراز بروتينات. اثنين، تدوير العناصر في الطبيعة، إزالة التأثير السمي لبعض الأدوية والسموم، تنظيم انتقال المواد داخل الخلية. السؤال الخامس، املأ الفراغات الآتية: أولا، ينقسم السيتوبلازم في الطور النهائي في الخلية النباتية عن طريق فراغ، وفي الحيوانية بواسطة التخثر في غشاء الخلية قرب فراغ. المدة التي يستغرقها الانقسام الخلوي تتباين تبعا لفراغ: يحصل الإيثاق في الدور فراغ أم التصالبات في الدور فراغ. السؤال السادس، ارسم مع التأشير الإخراج الخلوي أو التناضح في الخلايا الحيوانية. والسؤال، قارن بين الطور التمهيدي والطور النهائي من الانقسام الاعتيادي. والسؤال الثامن، ما ميزة من ما يأتي: الاثنين فقط، الطور البيني والانتشار، والطور الاستوائي الثاني. هذا بالنسبة للفصل الأول. بالنسبة للفصل الثاني، فسر ما يأتي: خلايا النسيج البراكيمي تؤدي العديد من الوظائف، ولعلها أهمها التهوية وخزن الأغذية. النسيج الظاهر العمود المطبق الكاذب سمي بتلك التسمية. النسيج الظاهر المتحول مناسبا جدا للأعضاء القابلة للتمدد والانكماش. تكسب الألياف النباتية الأجزاء الموجودة فيها قوة ومتانة. النسيج الظاهر المتحول مناسبا جدا للأعضاء القابلة للتمدد والانكماش. يمتاز العظم بصلابته، أو يكون نسيج العظم أكثر صلابة من الغضروف. خلايا النسيج البراكيمي تؤدي العديد من الوظائف، ولعل أهمها التهوية وخزن الغذاء. هذا السؤال مكرر. يعد الدم نسيج ضام متخصص، يطلق على النسيج الضامة بالنسيج الساندة. فرع باء، ارسم مع التأشير النسيج الظاهر الحرشفي البسيط، قارن بين النسيج المبطن للأمعاء والمبطن للغدد اللعابية. املأ الفراغات الآتية: يشمل النسيج السكرانكيمي نوعين هما من الخلايا، هما فراغ وفراغ. تنقسم النسيج الوعائية إلى فراغ. ثلاثة، النسيج في بطانة المثانة فراغ، والذي يبطن الأحليل فراغ. يتكون نسيج الخشب من عناصر مختلفة بالتركيب، والوظيفة هي فراغ. خمسة، تشمل خلايا الدم البيض اللاحويبية نوعين هما فراغ. عدد الخلايا الأنفية من المجموع الكلي لخلايا الدم البيض هي فراغ، والخلايا الوحيدة هي فراغ. شكل خلايا الدم الحمر في الجمال تكون فراغ، ويوجد النسيج الضام الكثير غير منتظم في فراغ، والنسيج الضام المخطاني في فراغ. ما نوع النسيج في التراكيب التالية: بشرة الجلد، نبيبات الكلية، الكمثرى، جسيمات مالبيجي، وبطانة الرغامي. عرف ما يأتي: النسيج المخاطين الغضروفي، البلعم الكبير، النسيج المكرر، اللمف، حبيبات النسل.
ما وظيفة ما يأتي الغشاء القاعدي الأنابيب المنخلية نسيج الكورنتيمي الأقراص البينية وقناة هافرس والأنابيب المنخلية ونسيج البشرة؟ أرسم مع التأشير النسيج الظاهر الحرش في البصير، قارن بين نسيج الخشب واللحاء من ناحية التركيب والوظيفة، أرسم مع التأشير نسيج اللحاء، من المسؤول عن استطالة السلاميات في النبات؟ ربط حافات النسيج الطلائي، النمو الثانوي، الحركة، إسناد وحماية الخلايا العصبية. سؤال خامس، أرسم مع التأشير نسيج اللحاء والنسيج العمودي المطبق الكاذب، عدد أنواع أصناف النسيج الرام الرخو، تبع للخلايا والألياف المكونة له، ما نوع النسيج في التراكيب التالية؟ السؤال السادس، ما نوع النسيج في التراكيب التالية؟ بشرة الجلد، الرغام، الخلايا الصخرية، قمة الساق أو الجذر، بطانة الإحليل، نقي العظم. قارن بين النسيج المبطن للأمعاء والمبطن للغدد العابية. عندي هنا يقول عرف ما يأتي، أولا ظاهرة عقب الأجيال، التلقيح الخطي، المتك، الثمار المتجمعة، البوغ الفعال، الأجسام الدهنية، الوسائد التناسلية، المخنثات، والبوغ فالوب. با أرسم مع التأشير تركيب الثمرة، ما التغييرات التي تحدث على حبة اللقاح عند سقوطها على الميسم؟ ما وظيفة ما يأتي، فتحة النقير، الميسم، أوراق الكأس، النواتان القطبيتان، عدد مراحل تكوين الجنين في ذوات الفرقتين، علل ما يأتي، تتكون بذور الحنطة والخروع من جنين وسويداء وغلاف بذرة، ينتج الأناناس ثمار عذرية بصورة طبيعية، تعمل الرياح على انتشار البذور والثمار بعيدا عن النبات الأم، يكون التلقيح خلطة في النخيل، وجود الحوصلة المنوية وغدة كوبر وبراستات في الجهاز التناسلي الذكري، أناث السحار الصوتية، ثنائية المجموعة الكروموسومية رغم تكاثرها بدون إخصاب، وجود الجسيم الطرفي في نطفة الإنسان أو ضروري لعملية الإخصاب، ذكور النحل أحادية المجموعة الكروموسومية، قارن بين نبات ذوات الفرقة والفرقتين، املأ الفراغات الآتية، تمثل الأوراق الكربلية فراغ، وتمثل البويضات المرتبطة بالجدار المبيض فراغ، المجموعة الكروموسومية للطور البوغي فراغ، والنواة السويداء فراغ، يتكون البويض الناضج من الكيس الجنيني فراغ، والحبل السري فراغ، قد تتراكم صبغة الإيثيوساينين البنفسجية الإنثيوسيانين البنفسجية لإنضاج الثمار كما في فراغ، يصل طول النبيبات المنوية في خصية الإنسان حوالي فراغ، عند مرور البويض البيوض خلال قناة البيض والضفدع تحاط بغطاء البومين تفرزه غدة توجد في فراغ، يعتمد إفراز حليب أنثى الإنسان على فراغ، في الدورة المبيضية تنتج هرمونات جنسية أنثوية هي الهرمونات، تتميز النطفة الناضجة في الإنسان إلى ثلاثة أجزاء هي فراغ. ما منشأ ما يأتي؟ حبة اللقاح، نواة سويداء، الثمرة، الخلية الأنبوبية. ما هي